نفسي بقى، ما هو انا هنتقم منك يعني هنتقم منك في، انا مش فاهمه حاجه، ارجوكي فاهميني عشان انا مش فاهمه. وانا عملت لك ايه؟ طيب انا عملت لك حاجه تزعلك؟ كل ده ومش عارفه انت عملتي لي ايه. انت عملتي لي حاجات كتيره جدا، اولها ان انت خدتي الشهره من المدرسه، شهره ايه ده؟ انا كنت لسه جايه اول يوم النهارده وانت عملتي لي مشاكل ومصايب. الشهره بالنسبه لي انك اخدتيها. تاني حاجه انك غني، ولما قلت لك نتبادل الادوار ما وافقتيش، فانا هنتقم منك. انت عايزه ايه؟ طيب هنتقم منك وهندمك على اليوم اللي فكرتي فيه تتكلمي معايا انا كده. سيبيني والنبي سيبيني، انا مش هسيبك يلي اسمك من انتي غير على موتك. انتي فاهمه؟ الصوت ده، الصوت ده، اتلاقي ماما وبابا جم. طب خبيني، خبيني في حته، اوعي تتكلمي ولا تقولي اي حاجه يا اما، والله العظيم ارميكي دلوقتي. حاضر حاضر، مش هقول حاجه، هستخبى جوه الدولاب ده وامري لله. منى ما بتفتحش ليه؟ معرفش، ما انت اللي نسيت يا زكي، نسيت موبايلي في البيت. طب بتلوميني انا ليه؟ انت اللي نسيتي موبايلك مش انا. ده ايه ده؟ امسح دموع وهروح بسرعه. ايه ده بابا وماما؟ ايه اللي جابكم؟ ايه ده مالك يا منى؟ هو انت كنت بتعيطي ولا ايه؟ لا يا بابا ما كنتش بعيط. امال مالك في ايه؟ لا اصل بس في تراب دخل في عيني. اه معلش يا حبيبتي، انتوا ايه اللي جابكم دلوقتي؟ مش قلتوا ما هتتاخروا؟ احنا جينا ناخد الموبايل عشان نسيت الموبايل بتاعي في البيت. اه كالعاده، انت عارفه مامتك دايما لازم بعد ما ننام نروح وخلاص، روحنا هناك تروح قايله لي انا نسيت حاجه، حاجه قرف. ما خلاص بقى في ايه؟ خلاص يا ماما ماشي، انا هستناكوا هنا. يلا. ايه ده، انت ناويه تيجي معانا ولا ايه؟ لا لا مش هاجي معاكم، ولا اقول لكم ينفع تاخدوني معاكم والنبي؟ منا ناخدك معانا ليه كده يا بابا؟ مش عايزه اقعد لوحدي في البيت. هو انت صغيره ولا ايه؟ وبصي ما ينفعش ناخدك معايا في معانا في الاجتماع ده، لان الاجتماع ده مهم جدا واحنا مش هينفع ناخدك معانا فيه خالص. طيب يا بابا ماشي، يلا هدخل اجيب موبايل بسرعه. يا رب نخلص. في ايه؟ اهو هجيب الموبايل بتاعي. بس جبته. طب تعالي يلا وانجزي. ماشي. بقول لك ايه، في حاجه كارمن ولا ايه؟ انا سمعت صوت جاي من الدولاب. صوت، صوت ايه يا ماما اللي جاي من الدولاب؟ يا رب يا رب يعرف. صوت ايه؟ انت هتخرفي ولا ايه يا كارمن؟ وانا هخرف ليه يعني؟ بصي يا محمود، لو مش مصدقني تقدر تدخل بنفسك وتشوف. ماشي. صوت ايه ده اللي جاي من الدولاب؟ انا مش فاهم بصراحه. اهو يا ستي، مفيش ولا صوت جاي من الدولاب ولا صوت جاي مش من الدولاب، حتى عشان تتاكدي افتح الظرف. اي ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ انت تاني؟ ايه اللي جابك هنا؟ اصل انا هفهمك يا عمو. تفهميني ايه؟ انا مش عارف. ايه ده، انت كمان جاي تسرقي بيتي؟ لا والله العظيم انا ولا اسرق بيتك ولا ما اسرقش بيتك، انا كنت جاي. ولا كلمه. ايه ده، انا هتصل بالبوليس. الحمد لله ان بابا شافها. ايه ده، في ايه الصوت اللي جوه ده؟ ما اعرفش يا ماما، تعالي نشوف. انتي تاني؟ انتي ايه اللي دخلك بيتنا ودخلتي بيتنا ازاي؟ ماما انا هفهمكم كل حاجه. يعني انتي كنت عارفه انها موجوده هنا يا منى؟ اه يا بابا. وما قلتلناش ليه بقى؟ ان شاء الله. حاضر يا بابا انا هفهمك كل حاجه. يا ريت. بص يا بابا، انا الباب كان بيخبط ففتحت الباب ولقيتها في وشي وكانت عايزه ترميني من البلكونه. نعم. اه زي ما سمعت كده، بس انا خفت جدا والحمد لله ان انتوا جيتوا، واكيد ربنا اللي انقذني. فبس عشان كده ما كنتش عايزه اقعد في البيت لوحدي، فكنت خايفه. بقى انتي، بقى انتي يلي اسمك مريم تعملي كده في بنتي؟ والله العظيم يا عمو ما حصل، هي بتكذب وانا بنتي مش كدابه. انتي اللي كدابه، وبعدين حتى لو بتكذب هتكذب ليه يعني؟ وبعدين انا شايفك بعيني وانت جوه الدولاب البيت، يعني هتصل بالشرطه طبعا وتيجي هتقبض عليكي.
يا بابا يلا اتصل بالبوليس بسرعة. لحسن والله العظيم يعني انا مش مسامحاها ابدا، والنبي سامحيني، والنبي يا عم وانا اسفة والله العظيم، مش هاجي هنا تاني. ولا تيجي ولا ما تجيش، بس انتي دخلتي بيتي وكنت عايزة تسرقي البيت، مستنية رد فعلي مثلا ان اقولك معلش يا حبيبتي ومسامحك. اتصلي بالبوليس يا كارمن. حاضر. الو الو بوليس. عايزة ابلغ عن جريمة السرقة، لقينا واحدة بتسرق بيتنا. والله العظيم حصل، هي طفلة صغيرة. والله العظيم انا ما عملتش حاجة يا بابا، بس هي صعبانة علي. ولا كلمة صعبانة عليكي ايه بعد اللي عملته فيكي؟ انا مستحيلة سامحها، ولا انت كمان هتسامحيها. دي كانت عايزة تموتك، انت فاهمة انا عايزة تموتك؟ لا وكمان داخلة تسرق بيتي. والله يا عم انا ما كنت جاي اسرق، والله العظيم. وبعدين مستحيل كنت ارميها، انا كنت هجيب كده الجريمة لنفسي. لا ما انت جاية ترميها ولا من شاف ولا من دري. انت مش عارفة انا مين ولا ايه؟ ده انا محمود ماهر الشرقاوي، يعني اكيد يعني في كاميرات في بيتي وكل حاجة كانت هتبقى متصورة، ولو رجعنا كاميرات المراقبة دلوقتي واحنا لما نروح عند البوليس هيعرفوا انك كذابة وهيقبضوا عليكي وهتروح الاحداث. والله والله يا عمو انا اسفة بجد والله العظيم. خلاص اللي ندم اللي ياكل على درسه ينفع نفسه، واحنا خلاص اتصلنا بالبوليس وهو زمانه جاي، وهنكلم ولي امرك ولا مامتك اللي سايباكي، مش عارف سايباكي كده ازاي تيجي تشوف بنتها. والله يا عمو انا اسفة، والنبي ما تكلمش ماما. والنبي ليه يعني؟ خايفة من مامتك؟ لا مش بصراحة. ايوة يا عمو، هي لو عرفت ممكن تموتني. تموتك؟ ما تموتكيش، ماليش فيه. انت كنت عايزة تأذي بنتي ودي مش حاجة قليلة. ازاي تأذي بنت؟ انا انت بتعرفيش ان انا ممكن اذيك انت واهلك وكل تعرفيهم. عارفة والله العظيم، بس انا اسفة بجد، كانت مجرد غيرة. غيرة ايه وبتاع ايه اللي تخليك عايزة تموتيها وداخلة بيتي؟ انا اسفة والله العظيم يا عم والنبي. خلاص وبطلي بقى تقولي والنبي كتير، عشان خلاص احنا اتصلنا بالبوليس تمام، وهتصل بولي امرك دلوقتي زمان مامتك هتكون جاية. حرام والله العظيم يا منى، انا اسفة والله العظيم، انا اسفة والنبي خلي باباكي يسامحني. والله العظيم انا مسامحاكي، بس خلاص بابا مستحيل يسامحك، وهو خلاص اتصل بالشرطة، يعني خلاص زمانها جاية. اتصل بالبوليس يعني ايه؟ يعني ايه يعني البوليس جاي؟ وبجد انا اسفة جدا. يعني ايه؟ انا اتصلت بمامتك وزمانها جاية تشوف بقى بنتها اللي هي سايباها دي. انا مش فاهم والله ايه الامهات اليومين دول، والله مش فاهم ايه الامهات دي سايبة عيالها. ده انت رايحة تموتي واحدة، مش فاهمة ايه الام دي بجد. لا حول ولا قوة الا بالله، هو البوليس اتأخر كده ليه؟ يا ربي ايه اللي انا سمعته ده؟ اللي سمعته ده بجد؟ بسرعة افتحه. اهو صوت الباب بيخبط، هروح وافتح ونشوف بقى موضوع مامتك ده. انا خايفة قوي. زمانها مامتك. اهلا اهلا، نورت. في بنتي مالها دي؟ ما تستني انت داخله بيوت الناس كده اهوت. بنتي فين؟ انتوا حرام عليك والله العظيم، منكم لله. لما ادخل بيتي والاقي بنت جايه عشان تقتل بنتي، يعني مش فاهم بصراحه يبقى موقفي ايه. يعني موقفك؟ انا مش فاهمه حاجه. مش مهم تفهمي، المهم اني اتصلت بالبوليس وهو اكيد هيقبض على اهلها، ومش ممكن البنت تتشرد، ممكن يدخلوها الاحداث. فبصي علشان من النهايه كده، انتي بنتك ديت مش متربيه ولا محترمه، وكانت عايزه تجيب لبنتي المشاكل. والله العظيم انا مستعده اديك اللي انت عايزه، انا ما بفرقش معايا الفلوس، انتي مش عارفه انا مين ولا ايه. خلاص بقى ما تبطل تكبر يا بابا. خلاص انت كل شويه تقعد تقول انت مش عارفه انا مين. انا محمود ماهر الشرقاوي. خلاص يا بابا بصوا بقى، انا تعبت جدا علشان اوصل للمكان اللي انا فيها دي، وبنتي ما حدش هيقدر يقرب لها طول ما انا عايش تمام.
فانتي هتروحي السجن وبنتك هتتشرد. ده اللي ممكن اعرفه. انا ممكن انتي تروحي السجن وبنتك تروحي الاحداث، انا ما اعرفش، بس لما النيابة تيجي هنشوف الموضوع ده هناك.